متابعي سبورت 360 تحياتي لكم. في كتير عبارة متداولة بين المشجعين وقت بيكونوا عم بيحكوا أو عم بيوصفوا نجم معين، وبأيامنا هي رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش، بيقولوا عنه مغرور أو متكبر أو شايف حاله. فبيجي الرد من محبينهم، إيه يا سيدي بيطلع له على كتر الإنجازات اللي حققها وقديش له شعبية ومتابعين. طيب سؤال هون، هل بحق لهدول النجوم التكبر؟ هل بحق لهم يتعجرفوا ويشوفوا حالهم؟ بداية بدنا نعترف انه الانسان اللي بيكون محقق انجازات والعالم بتعرفه او من خلال انجازاته، من الطبيعي انه يحس بالفرح، من الطبيعي انه يحس بالرضا. يعني انا بحكي على مثالنا نحن الناس اللي بنشتغل بالاعلام، وقت يجي شخص بالطريق يوقفنا ويقول لك انا بعرفك وبتابعك وكذا، بنحس كتير بالسعادة. هذا شيء طبيعي. هلا كل ما كبرت الانجازات العالم تعرفك اكثر، فمن الطبيعي انك انت تشعر بالرضا اكثر واكثر. هلا بحاله ميسي ورونالدو، يعني هدول حققوا انجازات كثير 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 عملاقه، كل الناس بتعرفهم، ملايين المتابعين، بس يشوفوهم بالطريق بيركضوا وراهم، ما بيعرفوا شلون بده يتصوروا معه، يتصوروا او ياخذوا صور او شيء تذكار انه هن التقوا فيه او اجتمعوا معه. انا اجتمعت بميسي، شفته على ارضيه الملعب مره، واجتمعت برونالدو بعده مناسبات. ما بتخيلوا حجم الزخم تجاههم، حجم الرغبة بأنهم ياخذوا معهم صورة أو أنهم يتصوروا أو تذكار أو أي شيء. بداية كتير من الطبيعي أنه إنجازات الإنسان تدفعه ليفخر بنفسه، وخصوصي إذا الناس عرفته من خلال هاي الإنجازات. بقدر أحكي أنا على مستوى كتير صغير، يعني مستوانا نحن كإعلاميين، وقت يجي شخص يشوفنا يقلنا أنا تابعتك بالحلقة، أنا تابعتك بالبرنامج، ونحن كتير منبسط بالشيء اللي بتقدمنا، كثير بنحس بالفرح والسعادة. فما بالكم بناس من مستوى ميسي ورونالدو اللي عندهم ملايين المتابعين، كل الناس بتلحقهم، بس يشوفوهم بدهم يتمسكوا فيهم، بس مجرد ياخذوا صورة أو تذكار أو توقيع. من الطبيعي إنه يكونوا كثير 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 مسرورين بهذا الأمر، ويمكن يوصل لمرحلة من الغرور إنه أنا حققت شيء ما حدا حققه غيري، خاصة إذا كان فعلا محقق شيء ما حدا محققه غيره. لما ينقلب هالشعور بالرضا والسرور لغرور وتكبر، هل هذا شيء طبيعي؟ بداية الغرور والتكبر هو سلوك بشري، يعني الإنسان بحق له يختار سلوكه، وبالتالي هو بحق له يختار يكون مغرور أو لا، بس هون بده يدفع الثمن. يعني إذا كنت إنسان عادي واخترت العجرفة والتكبر، فالتكلفة رح تكون كتير كبيرة، لأنه معظم الناس رح تنظر لك يعني باستياء، رح تنفر منك، ويمكن توصل لمرحلة تضحك عليك إنه أنت على شو شايف حالك وأنت مانك عامل شيء، أو حتى اللي عامله ما يعتبر شيء لتشوف حالك على الناس فيه. أما إذا كنت نجم كروي كبير مثل رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش وغيرهم، فإذا كان عندك نوع من العجرفة أو نوع من التكبر مثل ما حكينا، يعني ممكن يكون في استياء شوي من سلوكك، بس معظم الناس ما بتقابل هدول النجوم، وإذا قابلتهم وشافت هذا التعجرف بشوز تتضايق شوي بعدين، وتحكي على شوي عن النجم بعدين ترجع تتابعه وتضل تحضر له مبارياته وتشير له أهدافه. يعني أنت إذا بتحب النجم ما كتير رح يفرق معك سلوكه خارج الملعب، أنت بيهمك أداؤه داخل الملعب. يعني النجم إذا تعجرف ولا ما تعجرف بالأخير احتمال لقائك فيه قليل، وإذا التقيت فيه ما رح يكون غير لثواني، والذكرى والانطباع اللي رح يتولد منه تجاهك ما كتير رح يأثر على صورته، لأنه العالم تهتم بصورته داخل الملعب. وفي بعض النجوم بيستفيدوا من هاي العجرفة ومن هذا التكبر، مثل إبراهيموفيتش اللي استغل هاي الميزة اللي عنده وهذا السلوك اللي عنده، وتكسب منه ماديا وتكسب منه على الصعيد الإعلامي، وصارت العالم تلاحقه لتشوفه شلون بيتكبر. هذا ذكى بحد ذاته. هلأ للإنصاف والعدل، أحيانا في سلوك من النجوم يبدو على أنه تكبر، بس هو ما له لا تكبر ولا غرور. النجوم أشخاص معروفين جدا، مثل ما بيقولوا بالإنجليزي well known، على الصعيد العالمي، مو على صعيد محلي ولا على صعيد حارة ولا على صعيد دولي، حتى على صعيد كل العالم. فالناس لما تشوفهم كتير بتحاول، يعني بتضغط عليهم لتاخذ منهم أي تذكار أو أي صورة. فهذا الشيء ممكن يكون مزعج، لأنه الضغط الجماهيري بيكون مزعج للنجم، فبالتالي بيحاول يخلق مسافة بينه وبين الجماهير ليحمي نفسه ويحمي صورته، وكمان لأنه في أحيانا بيصير تعدي عليه وعلى حياته الشخصية. بذكر أنا في مشاهد شفتها بأم العين، مجموعة من النجوم وأكثر من نجم حتى، في مشجعين بدهم يتصوروا معهم، قام مسكوا لهم إيدهم وشدوهم من ثيابهم، فكانوا كتير رد فعلهم سلبي إنه بعد عني لا تمسكني. انا لو كنت محله كنت عملت نفس الشيء، لانه هذا تعدي على مساحتك الشخصيه، على حيزك الشخصي، ما انه هو مجرد انه انت بدك تاخذ صوره، انت هون تعديت على خصوصيه هذا اللاعب. باختصار منقول كل انسان له الحق
يختار السلوك يلي بده يتبعه مع الآخرين، بس كل شيء له ثمن، والشغلة مكاسب وخسائر. هذا كل شيء عنا لليوم، ودمتم بألف خير.